مزعجة جدا، ألا وهي فتح مكبرات الصوت من بعد أذان الفجر إلى ساعة متأخرة متواصلا. هذا الأمر زين من الصباح إلى المساء فتح مكبرات الصوت، ما هو الداعي له؟ قبل بالسبعينات ثمانينات ماكو شيء، سبعينات، سبعينات الناس وضع مادي ضعيف كان، ما معظم الناس لا يملكون راديو، ما عندهم مسجل، ما عندهم تلفزيون، يلتجئ أبو الموكب الحسينية أهل التكاية خلون مكبرة صوت لإحياء الذكرى زين، ومو من الصبح لليل، يعني فتحنا عيوننا ماكو من الصبح لليل، أنا من البارحة واليوم ما نايم تدري له لا زين. إيه أنت حاب الدق يا مهر حسين، ها بعدنا بالأنصار، الدق يا مهر حسين وعذبني درب الشام زين، إذا ورا المقتل شو الدق؟ لا أنت المفتهم مش حاط لك كاسية، لا أنت المستوعب المسألة. المريض شنو ذنبه؟ اللي يريد ياخذ راحته شنو ذنبه؟ اللي عنده أشغال شنو ذنبه؟ زين إضافة إلى شيء آخر، كل واحد عنده 4 مسجلات وخمس تلفزيونات ببيته وفضائيات متروسة لهم زين، مو معقولة هذا اللي قاعد يصير، مو معقولة. يعني هاي دلالة على حسينيتك الزايدة مثلا، الله بدالك ما تعرف أنت من الحسين كل شيء، الحسين يرب بذا الناس. اليوم الناس تجي تشتكي زين، تشتكي يمي أنا شو أسوي يعني؟ شو بيدي على البشرية؟ محافظ، مدير شرطة، أكو قرارات قضاء، أكو قرارات إزعاج المواطن، مو أكو قانون عندنا إزعاج مواطن زين؟ مو معقولة هذا اللي قاعد يصير، مو معقولة. ولا إحنا بالمسيرة المليونية مال الأربعين مال الحسين سلام الله عليه وفاتحين مواكبنا زين، ظاهرة ثانية، أنت عايف الحسينية حاط لك خيمة باب الحسينية، عايف المسجد حاط لك خيمة باب المسجد، قاطع درب الوادم، يعني شو يسموها هذه؟ زين، وكل حي كل خمسة صايرين لي موكب، على شنو الغاية من عندها هاي الهوسة كلها؟ الغاية من عندها شنو؟ نظموا أنفسكم، هذا شهر وعي، شهر علم، شهر ثقافة، وشهر نحزن لحزن أهل البيت سلام الله عليهم. أما نصير مسبة للآخرين، أكو ناس ما يعجبها، أكو ناس تريد ترتاح زين. إذا أنت مخلي بإذن اللطم مالتك من الصبح لليل ثم ويا أذان الفجر، يا جماعة الخير يعني خلص منا الله أكبر، فتح المسجل، شنو شعدك؟ شعدنا لا هي ليلة عاشر وحجة والناس قاعدة، ناس عندها دوام، ناس عندها مشاغل، ناس تريد ترتاح، ناس أكو مرضى، أكو أطفال، شو ما لا تخافون الله، لا عندكم احترام للشعيرة، ها لا عندكم احترام للحسين، يعني اللي يشيل على الحسين من وراك أنت تتحمل إثمه. ليش تخلون الناس تنفر من الشعيرة الحسينية كلها؟ هذا مجلس وما شاء الله محاضرة تخلص من دارة الوادم وجوها، وأنا متأكد 4-5 اللي يحضرون زين. مو معقولة هذا اللي قاعد يصير. أنتوا المفروض تباوعون للبشرية، تباوعون للناس، تباوعون لهذا الجيل شلون عكسبه قبل ما يروح للتيار المادي. هي يعني مو خيورية ولا ديانة ولا تدل على الحسينية، لا بالعكس، هذه راح تخلي الناس تنفر من الشعيرة الحسينية حقيقة. يعني خرقوها ومثل ما تقول احنا طلعوها من معونها، مو معقولة هالشي، يعني مو معقولة ابد، مو معقولة هالرجة هاي، ازعاج هسه لو متوحدة ما يخالف، ساعة ما يخالف تتحملها، نص ساعة، ساعتين هم تتحملها، تتحمل زين. تمو اكثر من عندي حرصا على الحسين وعلى هدف الحسين وعلى شعيرة الحسين، يلحق لك مسجل، مو اكثر من عندي زين. شوفنا شو قاعد نتصرف، تصرف مثلنا.